مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وهذا موجز لأهم وآخر الأخبار من الجزيرة مباشر مصر. قالت مصادر برلمانية إن الأمانة الفنية لمجلس الشعب والتي تتلقى اقتراحات المعايير والضوابط الخاصة باللجنة التأسيسية للدستور قالت أنها تلقت 210 مقترحات حتى الآن. وذكرت المصادر أن هذه المقترحات جاءت من نواب بمجلسي الشعب والشورى وهيئات ومؤسسات مختلفة ومواطنين، مشيرة إلى أن الموعد المحدد لإغلاق باب تقديم المقترحات انتهى مع يوم الخميس. وأوضحت المصادر أن الأمانة الفنية ستتقدم إلى اللجنتين العامتين بمجلسي الشعب والشورى بمذكرة حول هذه الاقتراحات. قال عصام العريان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب قال إن هناك اتجاه لرفض بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور الجنزوري في مجلس الشعب الأسبوع الماضي. وأضاف العريان في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء أن المجلس العسكري يجب أن يكلف حكومة جديدة من المفترض أن تشكلها أحزاب الأغلبية بالبرلمان. من جانبها انتقدت جماعة الإخوان المسلمين أداء المجلس العسكري للبلاد خلال الفترة الماضية، وقالت الجماعة في بيان لها إن المجلس يدير البلاد بنفس طريقة الرئيس المخلوع من حيث الخضوع للولايات المتحدة والتدخل السافر في أعمال القضاء والتفريط في السيادة والكرامة الوطنية. وجاءت هذه الانتقادات على خلفية رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني. قال المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قال إن اللجنة لن تقبل أي طعن مهما كانت أسبابه بعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات واسم الفائز بالرئاسة. وأضاف سلطان في تصريحات صحفية أن الجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة به باب للطعن والتظلم على كل قرار تتخذه اللجنة أو اللجان العامة على أن يتم الفصل فيه خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام، وهو ما يعني أن إعلان النتيجة النهائية يكون محصلة لكل القرارات السابقة والتي كان باب الطعن عليها مفتوحا طوال مدة إجراء الانتخابات. أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني إلى 10 من الشهر المقبل، كما طالبت بضبط وإحضار المتهمين الأجانب الهاربين والواردة أسماؤهم في قرار الإحالة. وكان المدعون بالحق المدني قد طالبوا خلال جلسة اليوم بإدخال مواد قانونية من قانون العقوبات في لائحة الاتهام، وكذلك تعديل الوصف القانوني للتهم إلى التجسس والمساس بأمن الوطن والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وقد وقعت مشادات بين المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين خلال الجلسة. وقد حضر جلسة اليوم أحد المتهمين الأمريكيين وهو روبرت فريدريك كبير مدرب الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي الأمريكي. قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة ضابط الشرطة وائل عرفان الذي كان متهما بقتل المتظاهرين إبان الثورة أحداث الثورة في دائرة قسم شرطة الشرابية. يذكر أن هذا هو الحكم الخامس من نوعه الذي يصدر ببراءة ضباط وعناصر شرطة متهمين بقتل متظاهرين خلال الثورة أمام الأقسام بالقاهرة، وذلك بعد الحكم ببراءة المتهمين في كل من السيدة زينب ودار السلام وعين شمس والزاوية الحمراء. قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماع اليوم عقد عدد من الاجتماعات للصحفيين وأعضاء مجالس الإدارات المنتخبين بالصحف القومية، وذلك لوضع معايير اختيار رؤساء التحرير الجدد لهذه الصحف. من جانبه قال جمال عبد الرحيم وكيل نقابة الصحفيين أن 75% من القيادات الحالية هم من الموالين للنظام السابق على حد قوله. بأكد لك ان 75% من رؤساء مجالس ادارات ورؤساء التحرير هم من رموز النظام السابق والذي تدخل في اختيارهم صفوت الشريف والاستاذ جلال ديودار وعدد كبير من قيادات النظام السابق. انا معاك في هذا الموضوع، ولكن هذا الكلام لا اساس. نحن لا نتدخل لوقف هذا الموضوع، بالعكس احنا طالبنا باجراء التغييرات، ولكن ان تتم التغييرات وفق معايير موضوعيه.
مشاهدينا انتهى موجز الأخبار، ولمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على شبكة الإنترنت، كما يمكنكم مشاهدة البث الحي للقناة على ذات الموقع. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.